إذا ما رأيت دموعي تجري فأنت بما في فؤادي يتدري، تموطن بؤسي بقلبي وصدري إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أمست معاني النصر من كلماتي، لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة، والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثباتي. لا لن يضر نبينا بحديثكم، بل زاد قدرا عالي الطبقات. يفدي النبي محمدا كل الورى، هو مرسل الرحمن بالآيات. أمست معاني النصر من كلماتي، لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة، والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثباتي. لا لن يضر نبينا بحديثكم، بل زاد قدرا عاليا الطبقات. يفدي النبي محمدا كل الورى، هو مرسل الرحمن بالآيات. نحري بنحرك يا محمد، إنني متنهف للقائكم بمماتي. عرضي بعرضك يا نبي مليكنا، حان الوقوف لعرضكم بثباتي. حان الوقوف. نسبه صلى الله عليه وسلم. هو النبي الكريم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب من بني هاشم، وهاشم من قريش، ويرجع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. بداية نزول الوحي. حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من العمر، درج على التحنث في غار حراء في جبل النور، ينقطع للتفكير في آلاء الله سبحانه، وكانت هي مرحلة الإعداد لنزول الوحي منه سبحانه وتعالى، حتى جاء اليوم الذي بعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعد أن جاء الأمين جبريل عليه السلام ليتلو عليه أول سورة في القرآن قائلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومنذ ذلك اليوم دأب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الإسلام إلى البشرية جمعاء، لينقذهم من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام العظيم. معاداة الكفار له صلى الله عليه وسلم. وما إن بدأ النبي دعوته إلى الله تعالى حتى نصب الكفار والمشركون له العداء، معرضين عن دعوته السمحاء ليقابلوه بالجفوة والمقاطعة ابتداء، ثم
لينتقلوا إلى محاربته ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم بشتى الوسائل والطرق، حتى تمالأوا عليه ليقتلوه لولا أن نجاه الله تعالى. دعوته صلى الله عليه وسلم للناس. نزل قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فقام النبي ملبيا ليدعو الناس إلى الإسلام، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار لا يكل ولا يمل، حتى كان يرجع إلى بيته منهكا متعبا، فتقول له زوجته الكريمة خديجة رضي الله عنها: ألا تنم يا رسول الله؟ ألا ترتاح؟ وكان يجيبها قائلا بعبارة من أوها الثقة: بالله والأمل العظيم بنشر هذا الدين، لقد مضى عهد النوم يا خديجة. يا لها من كلمات مدوية تكتب بماء الذهب، ليتنا نحن المسلمين نعمل بها وندع الكسل والراحة والنوم جانبا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولنشمر عن سواعدنا في نشر هذا الدين الحنيف الذي به تجد البشرية سعادتها وخيريتها في الدنيا والآخرة. هجرته إلى المدينة. لما ضاق الكفار ذرعا بالنبي ومن معه اتفقوا على قتله عليه الصلاة والسلام، وانتخبوا من كل قبيلة رجلا قويا ليشترك في هذه الجريمة النكراء فيتوزع دمه بين القبائل، ولكن الله عصمه من الناس كما قال تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي ومعه صاحبه وحبيبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه متوجها إلى المدينة المنورة، لابثا في غار جبل ثور أياما ليتخفى عن أعين الكفار الذين يريدون الإمساك به بعد أن فشلوا في قتله في المرة الأولى، وبعد أن أعمى الله أبصارهم وحفظه هو وصاحبه من كيدهم ومكرهم. وصل المدينة فاستنارت وأشرقت بمجيئه، وابتهج الناس بمقدمه، وحل بينهم خير الخلق وسيد البشرية، ليبدأ من هناك إقامة الدولة الإسلامية التي أظلت بظلالها مشارق الأرض ومغاربها بعض غزواته صلى الله عليه وسلم. لم يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يسعى لنشر دعوة الإسلام في ربوع العالم أجمع، فوقف الكفار والمنافقون أمام هذا الهدف السامي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حروب وغزوات مع أعداء الله، وكانت أولاها غزوة بدر الكبرى التي كانت فتحا مبينا للمسلمين. في معركة كان عدد المسلمين ثلث عدد الكفار ويقلون عنهم في العدة والعدد، إلا أن الله تعالى نصر جنده وهزم حزب الشيطان، وسقط كبار صناديد قريش صرعى في هذه المعركة العظيمة التي وقفت الملائكة تقاتل إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولجهة الكرام. ولم تتوقف معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه حتى أتم الله له فتح مكة لتكون خاتمة الأمر، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفاته صلى الله عليه وسلم. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات. وجاء يوم الوداع وحل المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أبا بكر ليصلي بالناس بعد أن أثقل المرض جسده الشريف
ليلحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك اليوم من أشد الأيام حزنا على المسلمين، فكيف لهم أن يفارقوا من كان سببا في إنقاذهم وانتشالهم من النار، ذلك النبي الذي أحبوه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، والذي عاشوا معه أسعد الأيام وأحلاها. ولكن هذه هي سنة الله تعالى الذي يقول إنك ميت وإنهم ميتون. فمات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نبذة عن أصل الأزمة الحالية. وبدلا أن تقابل البشرية النبي عليه الصلاة والسلام بالشكر والفضل على ما قدمه لها من خير عظيم، لم يشأ الكفار إلا أن يقابلوه بمثل ما قابله به أجدادهم من قبل، وخرج علينا ثلة من السفهاء وأعوان الشيطان لينشروا في صحفهم ومجلاتهم صورا تسيء لشخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ظنين بأن هذه الصور ستنتقص من شأن النبي أو من شأن دينه الذي ابتعثه الله به عليه الصلاة والسلام. وتولى كبر هذه الجريمة الشنعاء دولة الدنمارك ومن خلفها النرويج، وعلى إثرهم بعض الدول الغربية التي أعماها حقدها على هذا الدين، إلا أن ما فعله أعداء الإسلام انقلب عليهم وبالا، وصار سببا ليقظة الناس وتمسكهم بدينهم، مصداقا لقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دورنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن نقاطع بضائع الأعداء أو ننكر عليهم أفعالهم، وإن كان ذلك من أقل الواجبات التي يمليها علينا حبنا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن الأهم من ذلك هو اتخاذنا لهذا النبي قدوة وأسوة حسنة نقتفي أثره ونهتدي بهديه ونعمل بسنته. يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن زعم محبة الله فعليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولا يكون تأثره بمثل هذه الأحداث تأثرا آنيا لا يلبث أن يزول مع الوقت، وإنما عليه أن يكون ملتزما بهذا الدين وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التزاما مبدئيا ثابتا ودائما لا يتغير بتغير الظروف والأحوال. فلنبدأ من جديد، ولنلحق بركب الصحابة والتابعين، ولنكون من جند النبي صلى الله عليه وسلم وأحبابه، فذلك والله هو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل لهم مستحيل، لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون دائما مؤمنون. تهون الحياة وكل يهون